نكمل لكم عمي كيصلي في الصف الاول في الجامع في المسجد ديال ابن عاشر في مدينه وجده حدا مدرسه بن سعيد المهداوي. عمي واحد الانسان مسلم، عمي واحد الانسان كما كيقول هو فاعل خير، ولكن الانسان المسلم والانسان الفاعل الخير ما كيديرش هاد المواصفات، ما فيش هاد المواصفات. الجلسة ديال الاستئناف تأجلت لتسعة شهر 11، دابا عندو تسعة شهر 11 الاستئناف اللي أجلها لي ديال 26، وعندو جلسة معايا ديال سيرة الرحم أنا مستأنف فيها مازال ما قاليش الأستاذ فوقاش النهار، وعندها في 26 شهر 11 جلسة من أجل قضاء الأسرة بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. باختصار انا باقي كنقولها ومازال كنقولها ومؤكد منها، انا مازال ما طلعش محسن ولا فاعل خير ولا مسلم من مدينه وجده وصور لهذا الولد. انا ما طلبت حتى شي حاجه ديال العيب، ما كنقول لكم، ما كنحرض عن العنف، ما كنحرض ما كنحرض ما كنحرض ما كنحرض، انا طالب التصويره ديال ولدي اللي من حقي، وهذا من حق كل مسلم. كل مسلم يبدا واحد النداء، الا كنت شفت الفيديو، الا كنت شفت الفيديو وسمعت، اما هذا منكر تغيرو باش هذا السيد كيهضر على ولدو كيقول لك الولد ماشي عند الطريقه ديالو والبنات معاه، على الاقل كتقول حسبي الله ونعم الوكيل، ولا اذا كان ممكن جزاك الله خير بارطاجي معنا الفيديو، ولا كتمشي عند هاد الديوتي والمنافق وقاطع صلة الرحم ديال عمي، تمشي عندو تقول له ندير واحد الصورة الأول نسيفطوها لبا، إلا قال لك لا قول له حسبي الله ونعم الوكيل سير في حالتك، حنا ما كنقولكش كبير، ما كنقولك أنا قد به، وأنا الولد أقسم بالله العلي العظيم تندلعو، لاباش هذا ولدي أنا هاد التريكو هذا اللي لابسه، أنا كنت درت شي فيديوهات معايا هاد الولد هذا التريكو أنا شفتو في 2015. 2016 شريتو هاد التريكو، هاد التريكو باقي كيفكرني بولدي لحقاش كنت درت شي تصاور وكنت لابس هاد التريكو، باقي محتفظ بهاد التريكو محتفظ بهاد الصوالح، ونتمناو من الله سبحانه عز وجل يطلع شي مسلم من مدينة وجدة. كما قلتلكم الولد ديالي مختطف كيسكن في وجدة، عمي اللي جات بيا ربعة ديال الشكايات دير بيا خمسة ودير حبة وقرص وبرا تقصرش. عمي كيسكن في رجل قطار ألف عشرة رقم الدار 12، وكيخدم في واحد الحانوت تما مع واحد السيد محمد الصحراوي. الولد ديالي كيقرا في مدرسة بن سعيد المهداوي، وإن شاء الله الرحمن الرحيم نتلقاو شي وسيط. أنا من 2021 وأنا كنطلب وباقي كنطلب، ماشي شي حاجه في الملك ديال الله بعيده، كنطلب التصويره ديال هاد الولد، ما طلبتش شي حاجه مستحيله، ما طلبتش شي حاجه كبيره، ما كنقولش شي حاجه اللي ماشي من حقي. انا من حقي، من حقي كانسان مسلم وكانسان محتاج نطلب، انسان محتاج كيطلب، انا كنطلب التصويره ديال ولدي. هافين هافين وعمي صحاب راسو غير هنا وكملت، اعتبرها تهديد، روح دير بيا دي هاد الفيديو، هاد الفيديو ديه هو كي جلالة الملك ودير لي محضر، اعتبرها تهديد ولا اعتبرها عمي صحاب راسو غير هنا وكملت، راها ما كملتش، وفلسطين راها ما كملتش، وكي غادي ندي ولدي راها ما كملتش، وان شاء الله الرحمن الرحيم الى طول لي ربي في العمر اقسم بالله العلي العظيم اما تهضر مع ذاك الولد ولا تشوف صورته ولا تسمع صوته عادي كما تدين تدان كما درت لي ندير لك. دابا انت مشات عندك اختك دابس معاها، مشات عندك مرت نسيبتك اخت مرتك دابس معاها، مش عندك با دابس معاه، مش عندك خوتي دابس معاه، مش عندك فقيه ديال الجمع دابا معاه، هضر معاك السي عبد الله النهاري قلت له هذه مشاكل ومنا ومنا، صيفط لك واحد الاستاذ من طرف السي عبد الله النهاري
ما كاين والو، جاوك آلاف ديال المحسنين، جاوك آلاف ديال المحسنين، ما كاين والو. عندك عمي ثلاثة ديال البنات، ولد، زوج أخوا بناتك، زوج، شكون قال لك زوج أخوا بناتك وولدوك و تما تعرف القيمة ديال الولاد، زوج بناتك. في النهاية كنقول لك عمي عذبتني، كنهضر معاك حدا بناتي، مكنهضرش معاك وأنا في كنهضر معاك من الكوزينة وحدا بناتي، عذبتني عمي، لقيتني حارق، لقيتني بلا ورق، ولقيت با راجل كبير، لقيت خوتي مربيين، خوتي مأصلين، ما ماشي كلاب بحال الكلبات ديال بناتك ولا بحالك، لقيتهم مأصلين، واحترموك، وخلاوك في افتقار. ولكن باقي كنقول لك عمي ماشي هنا وكملت، الله سبحانه عز وجل راه يمهل ولا يهمل، وكسميتها زعما كسميتها عندي ثلاثة ديال البنيات، ولد، ومرأة، وانت، هادي حنا كنقولو لها عمي دار الصابون، هاد الدنيا هادي دار الصابون، اللي ما صبن يصبن، اللي ما صبن يصبن. وخمسة وتسعين في المية، خمسة وتسعين في المية انت هو السبب. ندير لكم فيديو واحد اخر، نكون غير هذا المشكل سامي حسيبا. 95% هاد الرسالة كنوجهها للأم ديال الولد والخوالات ديال الولد والخوال ديال الولد ومن المحسنين. 95% كنت أنت السبب ديال الطلاق ديال الأم ديال هاد الولد، 95% كنت أنت، وديك الكلبة ديال بنتك اللي ببلجيكا 95% كنت السبب. لحقاش نتوما لوكان ما كبرتوش الفتنة في الأول وسيرتي تلي بنتك الميساجات، هما باقيين عندي محتفظ بهم، البوليس وها داتها البوليس وراها سخفت وراها شكات لوكيلة الملك وراها جات عندها، وراها نتوما اللي درتو الفتنة في الأول كي وقع المشكل أنا والطليقة ديالي، نتوما اللي زدتو شعلتو لها النار، نتوما اللي زدتو شديتو دوك الولد، ونتوما ونتوما ونتوما. سي أحمد طول عمر بنت عندك، الله يجازيك بخير أحمد. يعني عمي عندك 95% من السبب ديال الطلاق ديال هاد الزوج ديال البنات وداك الولد وهاديك المرا، هاكا خرجتو على المرا، حسبي الله ونعم الوكيل، ربي هو اللي غادي يجازيكم، يتمتو هاد الزوج ديال البنات، يتمتو هذاك الولد، شتتو لي انا الشمل، يعني فكدرت واحد الجريمة في الحياة كبيرة، أنا درت واحد وأنا ديجا هضرت مع موين هاد البنات، ديجا هضرت مع هذا في الوقت، وديجا كندير لها دي فيديو، كنقول لها روحي دي ولدك، أسيري دي ولدك، ما عندكش فين تسكني، ما عندكش فين تسكني، على وجه هاد جوج بنات وهذاك الولد، أنا نصيفط لك عندي داري خاوية، تسكني تي ولدك، ما عندكش فين تسكني. انا نسكنك وانا نصرف عليك، انا البنت البنت مريضه كتخلص الجدور اللي كتشد هاد البنت نسيفطوها لك، نسيفطو لك الشهريه ديالها، وراكي عايشه معززه مكرمه، وخا طليقتي وانا تزوجت ودرت ولادي ولا مش هذا هو المشكل، ماشي انا كملت، مشيت تدي ولدها ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم في النهاية إلا كاين شي محسن في مدينة وجدة وبغا يصيفط لنا شي صورة ديال داك الولد، حنا قلنا لكم فين كيسكن، في رجل القطار وجدة، والسلام عليكم. خديجة قولي لنا في سنة سعيدة، ندير واحد اللايف ديريكت، هضري اللي قلتيها قوليها. شكرا. نزيد شي حاجة بالفرنسية ولا بالعربية ولا غير قول اللي جات في فمك. زيد هضري شين اوكي زعما بغيت تغيريني بالشانيل ولا شانيل شانيل شمعة يا شعلة هنايا قلت لك بغيت فيها يو فيها زيد قولي شي كلمة زهر قولي شي كلمة سلام من بعد السلام سلام شي كلمة
ايوا يلا الاخوان احنا ان شاء الله الرحمن الرحيم نمشي دابا. انت تقصر تما هنايا ولا تقصر هنا تشوف بيتكم؟ تقصر هنا. انا غادي نمشي ناس غدا ان شاء الله نخدم. وفي النهايه السلام عليكم ولا جزاكم بخير.